السلام عليكم، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شو اخباركم؟ وهنا طالعه يمكن راح اروح البغداد الجديده داي تو داي اللي اللي بالدوار. وين ما اروح ان شاء الله راح اخذكم وياي واصور لكم. طبعا هسه طلعنا والدنيا ظهريه، يعني راح نطلع احنا وحمواتي يعني بس مسوان، راح نروح للسوق ويمكن نروح الداي تو داي اللي بالدورة ونشوف وين نروح، راح اصور لكم. طبعا هنا طلعنا الظهر والظهرية شمس وحارة كلش، الجو حار كان. وهنا راح نروح لبغداد جديدة، وهنا طبعا طالعين بالطريق هنا على السريع، بعدنا يعني مواصلين بغداد جديدة، طالعين. طبعا طلعت اني وخالتي وحمواتي وقرايبنا. خليكم وياي نهاية الفيديو وإن شاء الله يعجبكم. طبعا هسه وصلنا لبغداد الجديدة، طبقنا السيارة بالقراج ونزلنا. وطبعا هذا المحل ما من مفروشات، اللي قدام فلافل بالح أبو العنبة. طبعا عنده أشياء كلش حلوة، عنده مفروشات، عنده كوشات، عنده هاي الشراتف مثل ما تشوفون، عنده كل شيء. وهنا هذه تكرمون أحذية، وهم أسعارهم يعني حلوة. وهذا طبينا عليه لان ردنا هدوم، وطبينا على محل نريد نشوف اشياء يعني حلوة. وهذا هم طبينا له المحل مال الاحذية. طبعا الاحذية عنده كلش حلوة، بس القياس يعني ما لقيناه نفس الموديل عليه القياس للريده. وهنا هاي الهدوم هم كلش حلوة، منزلين يعني منزلين بضاعة جديدة ببغداد جديدة، والهدوم يعني اكو مال محجبات، مال سافرات، يعني اكو اشكال، كل شيء يعني موجود بيه. هنا طبعا طبينا على هذا بالأحذية والحقائب، لأن خالتي تريد تكرمون شحاطة أو حذاء، قالوا شنو اللي أشوفه المناسب أخذه هي وحماتي. وطبعا افترينا على غير محلات، جاي نشوف الأشياء اللي نريدها والأشياء الحلوة. هذا المول مول جوهرة اللي بغداد جديدة، هذا القسم الجوة القسم الأرضي. طبينا طبعا لهذا المحل وخالتي اخذت قميص بس ما صورته نسيت. وهنا طبعا نزلنا على الطابق الارضي. طبعا هنا اشياء كلش حلوة موجودة، ملابس، احذية تكرمون، جناب، يعني اشياء مال اطفال، ملابس اطفال، يعني اشياء كلش حلوة. وهذا طبعا طبينا لهذا المحل هم كلش اشياء حلوة، وخالتي اخذت من جنطة هي وحماتي، يعني اخذوا كل واحد جنطة منه. طبعا جناطه كلش حلوة وراقية، اخذت من هاي السل قدامكم الجناط ام ثلاث الوان، النيلي اخذه وابيض. وهنا أنا حبيت اشوفكم الموديلات والاشياء الموجودة عنده، وهاي شحاطاتهم عنده موديلات كلش حلوة. وطبعا اسعارهن هم كلش حلوة، اسعارهن يعني مناسبة.
الجنطة خالتي أخذتها على 32 أو 33 هي الشي، بس الجنطة كانت كلش حلوة ومريحة، ومن هذا الجلد مالتها المايع يعني مو القوى الصلب اللي واقف. سوقنا هنا وخلصنا وطلعنا من بغداد جديدة. راح أختم وياكم الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس، ومع ألف سلامة.